السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقترح عليكم تصحيح الامتحان الجهوي الموحد أكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة درعا تفيدات. فيما يخص التمرين الأول، أعطي تعريف المصطلحات التالية: العصبون، التحرك الإرادية، البلعمة، التلقيح. فيما يخص العصبون أو ما يسمى كذلك العصبة، خلية عصبية تتكون من جسم خلوي محور وتشجر نهائي. التحرك الإرادية نشاط عصبي إرادي غير متوقع يتمثل في القيام بحركات إرادية. البلعمة عبارة عن استجابة مناعية طبيعية غير نوعية وكذلك فورية تقوم بها البلعميات ضد كل عنصر لا ينتمي إلى الذات غير ذاتي أو ضد كل عنصر أجنبي. التلقيح عملية وقائية تهدف إلى دفع الجسم لإنتاج مضادات أجسام بهدف إكسابه مناعة. فيما يخص التمرين الثاني، أكتب على ورقة التحرير رقم كل اقتراح صحيح من بين الاقتراحات التالية. فيما يخص اقتراح ألف، يتكون النخاع الشوكي من مادة بيضاء مركزية ومادة رمادية محيطية. إذا اقتراح خاطئ، لأن النخاع الشوكي يتكون من مادة بيضاء محيطية ومادة رمادية مركزية وليس بطبيعة الحال العكس. إذا فهو اقتراح صحيح. ب، اقتراح خاطئ، اعتذر. ب، يتطلب فعل انعكاس تدخل مستقبل حسي، موصل حسي، مركز عصبي، موصل حركي ومستجيب حركي. إذا فعلا اقتراح ب يعتبر اقتراح صحيح. ت، تنشأ السيولات العصبية الحركية على مستوى الباحة الحركية فعلا صحيح لحد الآن وتنقل بواسطة ألياف حسية. لا أخ، هنا بطبيعة الحال هنا الخطأ، وتنقل بواسطة ألياف حركية وليس ألياف حسية، وبالتالي فاقتراح تاء يعتبر اقتراح خاطئ. ننتقل إلى الاقتراح الأخير، يتطلب الحفاظ على سلامة وصحة الجهاز العصبي الابتعاد عن المخدرات فعلا والإرهاق وكذلك الضجيج، وبالتالي فالاقتراح الأخير يعتبر اقتراح صحيح. ننتقل إلى التمرين الثالث، أكتب على ورقة التحرير الكلمة أو العبارة المناسبة لكل رقم من الأرقام المبينة في النص أسفله. لن يحيط بالعضلة الهيكلية فراغ كما نلاحظ، يكون الغشاء الخارجي. إذا الأمر يتعلق هنا بالنسيج الضم، وتشعب داخله عازل مجموعة من الألياف بطبيعة الحال العضلية، ومجموعة من هذه الألياف العضلية تشكل هنا ما يسمى بالحزام. وتابع، ويتضمن هذا النسيج شبكة من الشعيرات الدموية والألياف العصبية تتصل تفرعات كل بمجموعة من الألياف العضلية. الأمر يتعلق هنا بتفرعات كل ليف عصبي بمجموعة من الألياف العضلية، ويشكل بطبيعة الحال تفرعات تشكل تفرعات الليف العصبي مع الألياف العضلية ما يسمى هذه المنطقة تشكل ما يسمى بالوحدة المحركة. وتابع التمرين الرابع، انسب في ورقة التحرير لكل رقم لكل حرف من الحروف المسندة لعبارة المجموعة الأولى رقم العبارة المناسبة لها في المجموعة الثانية. إذا الأرجية بطبيعة الحال الأمر يتعلق هنا، تذكرون ذلك الأرجية بطبيعة الحال مرتبطة بتدفق الهيستامين، خروج الهيستامين من الخلايا البدينة. إذا الهيستامين هو الذي يؤدي إلى ظهور أعراض الاستجابة الأرجية. إذا فعلا الأرجية تناسبها خروج الهيستامين من الخلايا البدينة. الاستمصال بطبيعة الحال فهو عبارة عن وسيلة أي حق الجسم بمصل والذي يشتمل أو الذي يحتوي على مضادات أجسام جاهزة. إذا الأمر يتعلق بوسيلة علاجية. حمى الفي اتش الأمر يتعلق هنا بطبيعة الحال، تذكرون ذلك حمى الفي اتش تتميز بغزوها للليمفاويات تي 4 إذا فعلا وتدمرها. إذا فعلا ب مع 6 تاء مع 6 إذا حمى الفي اتش مع تدمير الليمفاوية تي. وأخيرا تحقن الدم بطبيعة الحال، هذا يعتبر من اضطرابات المشاكل التي يحدثها بطبيعة تحدثها بعض الاستجابات يحدثها التحقن الدموي. إذا الأمر يتعلق هنا بمولد اللكت. وتابع خمسة، أذكر طريقتين لوقاية الجهاز التناسلي من التعفنات المنقولة جنسيا. يمكن أن نقترح تجنب العلاقة الجنسية غير المشروعة وكذلك استعمال العازل الطبي. التمرين الأول فيما يخص التواصل البياني، استدلال العلمي والتواصل البياني والكتابي. التمرين الأول، استقبل مستشفى شخصا أصيب باضطرابات في السمع جراء حادثة سير. هذا الشخص يسمع الأصوات ولكنه لا يتعرف على معناها، وقد بين الفحص أن أذنيه سليمتان. لتحديد المناطق المخية التي تضررت بسبب الحادثة لدينا المعطيات التجريبية التالية. يؤدي تهيج المنطقة رقم 1 الممثلة كما تلاحظون في الوثيقة عند شخص إلى ظهور أصوات لا معنى لها. يؤدي تهيج المنطقة 2 كما نلاحظ على الوثيقة إلى ظهور أوهام سمعية كسماع جرس يرن. وتابع رقم 1، انطلاقا من معطيات هاتين التجربتين حدد المنطقة التي تستقبل السيولات العصبية الصادرة عن الأذن. بطبيعة الحال الأمر يتعلق بالمنطقة ألف كما تبين لنا ذلك بطبيعة الحال من النتائج التجريبية التي أشرنا إليها. إذا يؤدي تهيج المنطقة ألف الممثلة في الوثيقة 1 عند شخص إلى ظهور أصوات لا معنى له، وبالتالي بطبيعة الحال المنطقة التي تستقبل السيولات العصبية الصادرة عن الأذن وهي المنطقة ألف. أتابع المنطقة التي تسمح بالتعرف على الأصوات، وبطبيعة الحال الأمر سيتعلق بالمنطقة باء.
وتابع انطلاقا من المعلومات السابقة، حدد معلني جوابك مكان تواجد الأضرار المخية التي تعرض لها هذا الشخص المصاب في حادث سير. إذا مكان تواجد الأضرار المخية التي تعرض لها الشخص المصاب في الحادثة وهي المنطقة السمعية. اثنان، التعليل، لأنه يسمع الأصوات ولا يتعرف على معناها كما جاء في المعطيات. ننتقل إلى أو أتابع فيما يخص الجزء ب. في إطار دراسة خاصية العضلة الهيكلية تم قياس تمددها حسب الكتلة المعلقة عليها، وتمثل الوثيقة اثنان نتائج المحصل عليها. رقم واحد، صفر تغير طول العضلة حسب الكتلة المعلقة، إذا فيما يخص بطبيعة الحال من 0 غرام إلى حوالي 10 غرام كما نلاحظ. فعلا من 0 إلى 10 طول العضلة مستقر في 5 سنتيمتر. المرحلة الثانية من 10 إلى حوالي 70 غرام في هذه الحالة كما نلاحظ، ربما تبين لكم ذلك. في هذه الحالة يزداد طول العضلة بشكل تدريجي ليبلغ أقصى حوالي 12.5 سنتيمتر عندما نستعمل كتلة 70 غرام. وأخيرا بطبيعة الحال من 70 غرام إلى 100 غرام تقريبا بطبيعة نهاية التجربة، فنلاحظ على أن طول العضلة يبقى مستقرا في 12.5 تقريبا سنتيمتر، أي الطول الأقصى لهذه العضلة. اثنان، علما أن العضلة لم تسترجع طولها الأصلي بعد إزالة كتلة 80 غرام فما فوق، كيف تفسر ذلك؟ بطبيعة الحال تذكرون ذلك، العضلة تعتبر خاصية التي توفر على العضلة وهي خاصية المرونة، هي خاصية محدودة، وبالتالي في هذه الحالة نفسر عدم استرجاع العضلة لطولها الأصلي بعد إزالة كتلة 80 غرام بفقدانها لمرونتها. سؤال رقم 3، اقترح نصيحة لتفادي مثل النتيجة المسجلة بعد تعليق كتلة 80 غرام فما فوق في الظروف الطبيعية. إذن في هذه الحالة النصيحة وهو أن نتجنب أسباب الاستطالة أو التمزق العضلي، وذلك بالقيام بتمارين رياضية منتظمة وملائمة. التمرين الثاني، ليلى فتاة تعاني من تعب شديد مصحوب بالحمى، وبعد الفحص الطبي تبين أن لديها التهاب على مستوى اللوزتين، ولتحديد سبب هذا الخمج أجري لها اختبار تشخيصي سريع لالتهاب اللوزتين وتبين أنه إيجابي. السؤال رقم واحد، اعتمادا على نتيجة الاختبار ومعطيات الوثيقة الثلاثة، حدد سبب هذا الخمج. كما نلاحظ بطبيعة الحال الاختبار إيجابي ضمن المعطيات التي تتضمن هذه الوثيقة. إذا كان سبب الخمج هو بكتيريا من نوع المكورة العقدية عن ستريبتوكوك كما نلاحظ تظهر على الشريط منطقتين السي والتي، وبالتالي هنا يظهر لنا أن الاختبار إيجابي كما تلاحظون معي على الوثيقة، وبالتالي سيكون جوابنا أن سبب الخمج جرتهم في هذه الحالة فعلا هو بكتيريا من نوع المكورة العقدية ستريبتوكوك. لاحظوا أن الجواب يوجد على الوثيقة، هنا نتكلم عن بطبيعة الحال التواصل مع الوثيقة أو استخراج معلومة من الوثيقة. أتابع، بعد أسبوع من إصابتها تحسنت الحالة الصحية لليلى واختفت أعراض الخمج، ولتفسير شفاء ليلى ومعرفة طبيعة عناصر الدم المتدخلة في ذلك أنجزت تحاليل لدمها قبل وخلال إصابتها، وتبين الوثيقة رقم 4 النتائج المحصل عليها. إذن كما نلاحظ المحور العمودي يمثل لنا عدد الخلايا في المليمتر من الدم، لدينا المرحلتين أي قبل الخمج ثم خلال الخمج. الأمر يتعلق بعدد اللمفاويات، عدد البلعاميات، وكذلك كمية مضادات الأجسام الموجهة ضد المكورة العقدية. قبل الخمج نلاحظ أن عدد كما نلاحظ بطبيعة الحال البلعاميات فهو عدد قليل، حوالي 3000 بطبيعة الحال في كل مليمتر من الدم، مليلتر من الدم أعتذر. بينما خلال الخمج ارتفع عدد البلعاميات ليصل إلى أكثر من 7000. أما فيما يخص اللمفاويات فنلاحظ أن عدد اللمفاويات قبل الخمج حوالي 7000، لكنه بطبيعة الحال ارتفع نسبيا بنسبة ضئيلة بطبيعة الحال خلال الخمج. فيما يخص كمية مضادات الأجسام ضد الموجهة ضد المكورات العقدية فتشير إليها كذلك الوثائق، إذا قبل كمية ضعيفة لمضادات الأجسام، بينما خلال الخمج نلاحظ أو كما تقرأون معي بطبيعة الحال في الوثيقة كمية مرتفعة لمضادات الأجسام الموجهة ضد المكورات العقدية. أتابع، السؤال رقم 2، اعتمادا على معطيات الوثيقة 4 أبرز معللا جوابك عناصر الدم المتدخلة في القضاء على الخمج الذي أصاب ليلى. نعم، إذن هذه العناصر الأمر يتعلق بالبلعاميات، اللمفاويات، مضادات الأجسام ضد المكورات العقدية. التعليل، ربما أشرت إلى ذلك قبل لحظات لأن نتائج تشخيص دم ليلى قبل وخلال إصابتها بخمج اللوزتين بين لنا أن هناك ارتفاع كبير في عدد البلعاميات، ارتفاع كذلك كبير في كمية مضادات الأجسام، وارتفاع ضعيف أو قليل في عدد اللمفاويات كما بين ذلك على الوثيقة.
أتابع لتحديد نوع خلايا الدم المنتجة لمضادات الأجسام أنجزت تجارب يلخصها الجدول أسفل. لدينا مجموعة فئران، ظروف تجريبية، ثم النتائج بعد بضعة أيام من حقن مولد المضاد. التجربة الأولى، عدم التعريض لأي معالجة زائد حقن مولد المضاد، نلاحظ إنتاج مضادات الأجسام. المجموعة الثانية، تعريض النخاع العظمي للتشعيع زائد حقن مولد مضاد، إذا التشعيع سيدمر لنا النخاع العظمي، إذا عدم إنتاج مضادات الأجسام، هذا يؤكد لنا أن النخاع العظمي ضروري لإنتاج مضادات الأجسام. رغم أننا قمنا بحقن مولد المضاد لم يتم هناك إنتاج مضادات الأجسام، وبالتالي كما ربما تبين لنا ذلك، هذا يؤكد لنا أن سلامة النخاع العظمي تعتبر ضرورية لإنتاج مضادات الأجسام. مجموعة فئران الثالثة، تعريض النخاع العظمي للتشعيع، أي هناك تدمير للنخاع العظمي، زائد حقن باللمفاويات بي، زائد حقن مولد المضاد، هنا إنتاج مضادات الأجسام، هذا يؤكد لنا بطبيعة الحال أن إنتاج مضادات الأجسام يتطلب كل من اللمفاويات بي وبطبيعة الحال والحقن بمولد المضاد. رغم تدمير النخاع العظمي. رقم أربعة، تعريض النخاع العظمي للتشعيع زائد خلايا أخرى غير اللمفاويات بي زائد حقن مولد مضاد، هنا عدم إنتاج مضادات الأجسام. إذن إنتاج مضادات الأجسام يكون في حالتين كما ربما تبين لكم ذلك، أولا عدم التعريض لأي معالجة النخاع العظمي سليم في هذه الحالة، زائد حقن مولد مضاد إنتاج مضادات الأجسام، وكذلك إنتاج مضادات الأجسام يكون عندما نقوم بحقن أو تزويد في هذه الحالة جسم الفئران بطبيعة الحال باللمفاويات بي زائد حقن مولد مضاد. السؤال، بعد تحليلك لهذه المعطيات استنتج نوع الخلايا الدموية المنتجة لمضادات الأجسام. التحليل إذا من خلال تجربتين، واحد اثنان، يتبين لنا أن إنتاج مضادات الأجسام يتم بوجود النخاع العظمي سليم وبعد حقن مولد مضاد. من خلال تجربتين ثلاثة وأربعة تبين لنا أن إنتاج مضادات الأجسام يتم بعد حقن اللمفاويات بي ولا يتم بعد حقن خلايا دموية أخرى. وبطبيعة الحال من خلال تجربتين واحد ولا ثلاثة في هذه الحالة سوف نربط أن هناك علاقة بين النخاع العظمي واللمفاويات بي، بحيث ربما تذكرون ذلك اللمفاويات بي يتم إنتاجها على مستوى النخاع العظمي. استنتاجنا بطبيعة الحال اللمفاويات بي هي المسؤولة عن إنتاج مضادات الأجسام، والتي هي بدورها بطبيعة الحال يتم إنتاجها على مستوى النخاع العظمي. سؤال رابع، اعتمادا على المعطيات السابقة ومكتسباتك، وضح بواسطة خطاط مبسطة آلية الاستجابة المناعية المتدخلة في شفاء ليلى من خمج اللوزتين. إذن بعد تسرب بكتيريا مكورة العقدية، المرحلة الأولى تصاب ليلى بخمج انفكسيون للوزتين كما ربما تبين لنا ذلك، هذا سيؤدي إلى تدخل مناعة غير نوعية تتمثل في تدخل بلعاميات للقيام ببلعمة هذه البكتيريات. في نفس الوقت هناك استجابة مناعية نوعية ذات مسلك خلطي تتمثل في تدخل لمفاوية بي بعد التعرف على مولد المضاد في هذه الحالة وهو المكورة العقدية، تنشيط اللمفاويات بي، تحولها إلى بلزميات، تكاثر تعول إلى بلزميات. إذن هذه اللمفاويات المنتجة لمضادات الأجسام البلزميات سوف تعمل على إنتاج مضادات الأجسام نوعية أي موجهة فقط وفقط ضد المكورة العقدية. مضادات الأجسام سوف تشكل مع بطبيعة الحال هذه البكتيريات مركب منيع سيبطن مفعول هذه البكتيريات، وبطبيعة الحال المرحلة الأخيرة بفضل بلعاميات البلعمة سيتم القضاء إيقاف تطور خمج اللوزتين مما سيؤدي إلى شفاء ليلى. شكرا على انتباهكم وإلى موضوع آخر إن شاء الله.